يعني في قراءة أيضا سنتحدث عن ردود الفعل بشكل عام حول ما يحدث الآن، اجتماعات في الجامعة العربية، نتحدث عن الإقليم وردود الفعل العربية، ونتحدث أيضا عن ردود الفعل الدولية والغربية، وكيف ينظر أيضا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى تطورات الأوضاع التي تحدث الآن في فلسطين، القدس المحتلة، وهذا التصعيد من قبل جانب الاحتلال الإسرائيلي. سنسأل الأسئلة هذه مباشرة لضيفي من باريس، مستشار العلاقات الدولية في مركز جنيف، السيد ناصر زهير. أهلا ومرحبا بك معنا سيد ناصر. عندما نتحدث عن ردود الفعل وما يحدث الآن وردة الفعل تحديدا للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وما رافقها من تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن حول ما يحدث الآن، في أي سياق يمكن وضعها؟ وهل سنشهد لربما تغير في المواقف تجاه إسرائيل وتجاه أيضا الحكومة الإسرائيلية وتجاه نتنياهو بالتحديد على ما يحدث الآن في قطاع غزة وأيضا عموم المناطق الفلسطينية؟ نعم، تحياتي للجميع. يعني يمكن أن نقول بأن المواقف الدولية ستبقى كما هي، لأن مواقف مثلا الاتحاد الأوروبي كانت دائما ضد سياسات نتنياهو فيما يتعلق بالأراضي المحتلة وفي أيضا القرارات التعسفية التي ساهمت بأن تزيد حدة التصعيد في القدس، كما قال مسؤول المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسات الخارجية جوزيف بوريل. الولايات المتحدة أعتقد على الرغم من تصريحات بايدن ولكنها دائما ما تتبع سياسات نوعا ما مزدوجة في التعامل مع إسرائيل، بمعنى أنها لن تغير من سياساتها في دعم إسرائيل أو الدعم المطلق لإسرائيل، وكان آخر فصول هذا الدعم هو ما حدث قبل يوم أو يومين عندما تم إفشال إصدار بيان من مجلس الأمن يدين التصعيد الأخير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن النقطة الأساسية بأن الآن الطرف الأوروبي أصبح نوعا ما دوره أقوى قليلا، وإن كان الطرف الأوروبي لا يملك أوراق ضغط كثيرة على إسرائيل، ولكن الصوت الدولي، الأصوات الدولية بالإضافة إلى الأصوات العربية والتحركات العربية وتحركات أيضا العالم الإسلامي ربما تساهم في تخفيف حدة الضغط الآن أو تخفيف حدة التوترات التي تجري الآن في القدس في التحديد، وأيضا شرارة هذه المواجهات فيما يتعلق بحي الشيخ جراح. لدينا اجتماع آخر غدا في مجلس الأمن حول التصعيد الأخير، لا يمكن توقع الكثير من مجلس الأمن لأن الفيتو الأمريكي لا زال حاضر، ولكن يمكن أن نقول بأنه سيكون هناك حشد للمواقف الغربية. مواقف الدول الأوروبية لا زالت، وإن كان هناك تصريحات خجولة تدين إطلاق الصواريخ مثلا على إسرائيل، ولكن أيضا الصوت الأوروبي الأعلى هو يدين إسرائيل في هذه الخطوات، سواء كان في موضوع حي الشيخ جراح، وقال بوريل بالتحديد وبشكل واضح بأنه ينافي القانون والقانون الدولي وأن هذه التصرفات تساهم في التصعيد لا أكثر، وأيضا آلية الضغط، ما هي أوراق الضغط. أعتقد بأن الطرف الوحيد الذي يملك أوراق الضغط الآن على إسرائيل لوقف هذا التصعيد هي الولايات المتحدة الأمريكية. الأطراف الأوروبية لديها أوراق ضغط ولكن لن تستخدمها الآن، هذه الأوراق ستحاول أو لوحت بها عندما كان هناك قرار من نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، وهددت حتى وصل الأمن إلى التهديد بعقوبات اقتصادية. ولكن الآن لا أعتقد أن الأوروبيين لديهم الكثير أكثر من التحركات الدبلوماسية التي قد تحرج نوعا ما الحكومة الإسرائيلية. هل ستستطيع إدارة بايدن استخدام هذه الأوراق مباشرة الآن في ظل هذه الأوضاع، وخصوصا بأن نشهد تصعيد أيضا من قبل الحكومة الإسرائيلية بعد رد المقاومة الفلسطينية على الاعتداءات في القدس وأيضا على قطاع غزة؟ الآن نتنياهو يتحدث ووزير الدفاع يتحدث بأنه الرد سيكون أقصى بكثير عما حدث لرد المقاومة، فبالتالي متى هي النقطة أو أين هي النقطة التي يجب أن تستخدم فيها الإدارة الأمريكية أوراق الضغط؟ هل نتحدث عن أوراق ضغط قد تتجه إلى الملف النووي الإيراني؟ هل سترضخ إسرائيل ونتنياهو لهذه الأوراق بشكل مباشر؟ هل نتحدث عن تواصل لتحديد وإيقاع هدنة في هذه المرحلة تحديدا؟ يعني أعتقد بأن الولايات المتحدة لا تريد أن يكون هناك أي تصعيد في الوقت الحالي، ولكن إلى حد هذه اللحظة لم تضع ثقلها كامل للضغط نحو التهدئة. الولايات المتحدة أعتقد بأنها قد تتدخل في الحال اللحظة التي قد تتحول أو يتحول فيها الأمر إلى حرب شاملة أو مواجهات شاملة أو دعني أقول انتفاضة كاملة. هنا قد تجبر الولايات المتحدة إسرائيل إلى التراجع بشكل أو بآخر. المشكلة التي تواجهها إدارة بايدن في هذه المرحلة هي أمرين، النقطتين. النقطة الأولى بأن نتنياهو
يريد هذا التصعيد ويرغب به من أجل الحسابات الداخلية الإسرائيلية وما يتعلق بالانتخابات وما يتعلق أيضا بآليات كسب التأييد داخل النفوذ الإسرائيلي وداخل المجتمع الإسرائيلي. النقطة الثانية هي آلية إرادة بايدن السياسية، هل فعلا بايدن يريد أن يكون هناك خفض لهذا التصعيد أم فقط يريد أن لا يكون هناك تشويش على المفاوضات التي يجريها في فيينا؟ يعني رأينا ردود فعل من كل الدول الإسلامية والعربية، ولكن ما يسمى أو ما يحسب على الدول التي قد تضغط لتشويش المفاوضات في فيينا لم يكن هناك هذا التصعيد بشكل أو بآخر. بالتالي هنا قد تتدخل إدارة بايدن بشكل أو بآخر من أجل عجم التشويش على الاتفاق النووي الإيراني أو المفاوضات هناك. ولكن النقطة الثانية هي ما إذا ما تحول الأمر إلى حرب شاملة كما حدث في عام 2008، هل سيقتصر الأمر على غزة أم سيكون هناك أيضا مواجهات شاملة قد تمتد إلى انتفاضة كاملة في عموم الأراضي الفلسطينية؟ هنا أيضا إدارة بايدن قد تتدخل، ولكن المشكلة لإدارة بايدن أيضا بأنه ليس على علاقة طيبة مع نتنياهو ولا يملك هذه الأوراق الكثيرة من أوراق الضغط، بل على العكس كان هناك أيضا تحريك للوبي اليهودي أو الإيباك أو الإسرائيلي في الولايات المتحدة بعد ولاية بايدن، ورأينا تأخر كثير في التواصل بين بايدن ونتنياهو. ولكن غدا أعتقد بأن ستكون ساعات حسمة، لأن لدينا تحركات من قبل مصر فيما يتعلق بإرسال وفد إلى غزة وإسرائيل، لدينا اجتماع لمجلس الأمن، لدينا تحركات دبلوماسية ودولية. معادلة التوازن تحققت الآن، بمعنى التصعيد من إسرائيل رد من المقاومة، الأمر تحقق الآن. ولكن ما الذي سيفعله نتنياهو في الساعات القادمة؟ هل سيكون هناك دفع لحرب شاملة قد تمتد لأسابيع من أجل كسب التأييد في الداخل الإسرائيلي، أم سيكون الأمر ستستطيع الأطراف الدولية السيطرة عليه ووقف هذا التصعيد من قبل إسرائيل؟ نعم، التحركات التي تحدث الآن في الداخل الإسرائيلي سيد ناصر أود الإشارة إليها وربطها في نظام الأبرتايد الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري. الآن هذه التحركات هل ستغير وستدفع باتجاه إلغاء هذا النظام كما حدث في أفريقيا؟ وهل هذه التحركات ستؤثر بشكل أكبر على الحكومة الإسرائيلية، خصوصا بأن هناك تخوف لدى الحكومة الإسرائيلية الآن من هذه التحركات التي لم تعهدها من قبل في الأيام الماضية وفي الاعتداءات السابقة، ولكن الآن تحركات نشهدها بشكل كبير والحكومة الإسرائيلية لا تستطيع لربما السيطرة عليها في المرحلة القادمة، أثرها على هذا النظام كيف سيكون على النظام المجتمعي وعلى النظام الذي تحاول إسرائيل والحكومة الإسرائيلية فرضه في فلسطين؟ يعني أعتقد بأن الأثر السريع لن يكون كبير أو لن يكون هناك تغيير كبير، ولكن على مدى الفترة القادمة أعتقد بأن هذا النظام أثبت فشله في آلية التعاطي في الداخل الفلسطيني أو في الأراضي المحتلة، لأن إسرائيل لم تنجح بفرض ما تريده سواء كان عبر الجدار العازل، سواء كان بنظام الفصل العنصري، سواء كان في آلية تحديد أو كسب أطراف معينة في الداخل الإسرائيلي. الآن في هذه الشرارة التي خرجت من القدس ومن الأقصى بدأ بأن الأمر، كل الجهود الإسرائيلية في السنوات الماضية لم تأتي بأي نتائج، وعند الاختبار الحقيقي وهو ما يتعلق بالقدس والأقصى أثبتت كل جهود إسرائيل بأنها فشلت في هذا الإطار، وبأن كل الأنظمة التي وضعتها في الداخل المجتمع الإسرائيلي لم تنجح، بل قد تعود عليها بالعكس أو بأضرار سلبية. بالتالي هل ستتغير سياسات الإسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية أو الحكومات الإسرائيلية في المستقبل؟ يعني لا أتوقع ذلك، ولكن ربما في إطار الضغوط أو التغييرات ربما نشهد تغيير طويل الأمد، ولكن على المستوى القريب لا أتوقع ذلك. أشكرك على هذه المشاركة، كنت معنا من باريس مستشار العلاقات الدولية في مركز جنيف السيد ناصر زهير، شكرا جزيلا لك.